صراحة كان عند بنتي كثير ارتفاع درجة حرارتها، فجاراتي نصحوني اني ما لقحها، فانا رحت على المركز ولقحتها وضد شلل الاطفال، فما في اي عوارض سلبية نهائيا والامور تمام، امورها كثير بخير. الاثار الجانبية بالنسبة للقاح شلل الاطفال يعني لا يمكن نظر لاهميتها، يعني هي كثير كثير نادرة وكثير قليلة تصير، لكن الفائدة اللي حناخدها من اللقاح والحماية اللي حياخدها الطفل لطول عمره لا تعدل بثمن، يعني لا تقارن أبدا بهالقصة هاي. لذلك بشجع أن الأمهات ما يفكروا بالآثار الجانبية، لا يروحوا كلهم يلقحوا أولادهم، لأنه لما يشوفوا بس يكفي أنه تشوف الأم حالة طفل واحد بس مصاب بشلل الأطفال، كيف حصير عنده إعاقة طول عمره، حتمنعه من أنه يمارس حياة طبيعية، حتعرف قديش أهمية اللقاح اللي أعطته يعني. بالنسبة لموانع التطعيم والأعراض الجانبية للقاح هي يعني قليلة جدا، وموانع التطعيم بس بكون في حالات قليلة، قد تكون ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو استخدام كورتيزونات أو في حالات فقد المناعة، هي كلها حالات قليلة جدا اللي ممكن يكون فيها التطعيم، وده ما يكونش منع التطعيم إلا بمعرفة طبيب أخصائي، يعني هو اللي يقول إن هذا الطفل يطعم أو لا يطعم. يعني بالنسبة للأطفال إذا كان ما عندهم إصابات شديدة أو أمراض شديدة أو ارتفاع شديد بالحرارة ممكن يأخذوا اللقاح، يعني رشح البسيط، ارتفاع الحرارة البسيط، الإسهال البسيط، كل هالأشياء هاي ما بتمنع إنه الطفل يأخذ اللقاح. اللقاح في سوريا استخدمنا عشرات الملايين من الجرعات، والحمد لله ما فيش أي طفل عانى من أي أعراض جانبية، مش بس هنا في سوريا ولكن كمان حتى في بلاد العالم بتكون أعراض جانبية قليلة جدا جدا. لا مانع أبدا من أعطاء اللقاح، سواء لقاح شلل الأطفال أو أي لقاح آخر للطفل حتى لو كان عنده إسهال، ولكن كل طفل لديه إسهال يفضل بهالحالة هي أن يتم إعادة تلقيحه مرة أخرى، يفضل الإعادة أن تكون خلال يومين أو ثلاثة أيام لحتى نتيقن أنه الطفل حصل على المناعة الكافية ضد شلل الأطفال. تكون الأم واثقة وأمنة 100% أنه طفلة لو أخذ هذا اللقاح ما رح يصير معه أي شيء مضاعفات لهالأمراض اللي هو معه. في أطباء هناك موجودين بالمراكز الصحية ومع الفرق الجوالي، طبعا الأطباء هني بيقيموا حالتهم وممكن يقرروا أنه يعطوا اللقاح أو ما يعطوا اللقاح حسب حالته المرضية.